النهاية. لويس هاملتون يحقق فوزه السابع في سيلفرستون في جائزة بلاد الكبرى رقم قياسي، الفوز رقم 87 في مسيرته. ماكس فيرستابن المركز الثاني، يعني وكاد يخطف المركز الأول، 5 ثواني و8 أعشار فرق معه. بصيص أمل ضوء في نهاية النفق لفراري في المركز الثالث. دانيال ريكاردو رائع رابع، لاندو نوريس خامس، إستبان أوكون سادس، بيير غاسلي أيضا في المركز السابع، ألبون يعني عوض ما يمكن تعويضه في المركز الثامن.